الجولة الخامسة للدوري الأغلى على قلوبنا، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. لأن الهدف الأول يعني لدرجة الله يكرمكم الحذاء حق هزاح انقطع من الضربة، انقطع من الضربة وارتدت راح تقول علينا. والشوط الثاني في يد اعتقد علي البليهي، ما ادري يعني هل في تعديل جديد في القانون. واعلان حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة بهذه اللعبة، ركلة حرة غير مباشرة موجودة لصالح الهلال في اللقطة الماضية، والكرة الغير مباشرة هذه عنده كان مدافع الهلال اللي اقرب في الصورة يعني يكسر هذا التسلل، لذلك يحتاج المساعد الثاني الى تركيز اعلى في مثل هذه الحالات. لاعب الهلال هنا كان في موقف تسلل، كان يتوجب على المساعد الثاني ايضا الاعلان عن حاله تسلل، لانه مدافع الهلال مهاجم الهلال كان اقرب الى خط مرمى منافسه. والرميه الجانبيه في صالحه ملعوبه بوسط الملعب، كوير تدخل بعد الكره، كوير لسالم الدوسري ثم بيريرا الى ماريجا، ماريجا يلعب لجوميز. الله، كيف كانت افكارك بعد هذه المباراه وكيف شفتها بشكل عام؟ والله انا افكر هل الفار موجود اليوم ولا مش موجود، بس هذا اللي كنت افكر فيه يعني.